الفكرة دي بقى من أسهل الأفكار اللي ممكن نعملها كل اللي محتاجينه كوبايتين من الورق أي كوبايتين قدام عندنا احنا كده كده هنغير شكلهم كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحاول نمسك الكوبايتين دول مع بعض من القاعدة بتاعتهم فأنا استخدمت مادة الشمع ممكن تستخدموا الغرق أو الصمغ أو أي حاجة كده كده الورق كل حاجة بتقدر ان هي تلزقه مع بعض بعد كده جبت كيس او ممكن تجيبوا ورقة او اي حاجة بس علشان ما نبهدلش الدنيا ونجيب اي طلاء اللي هو السبراي ونبتدي نرص كويس قوي وبعدين نغلف كل الكوبايتين بالدهان ده طيب احنا لو ما عندناش ده احنا ممكن ندهنها بالوان اكريليك او ممكن ان احنا نستخدم اي الوان متاحه عندنا سواء الوان زيت او دهانات بتاعه الحوائط او اي حاجه كده كده هتقدر ان انت تغلفها او ممكن نستخدم الطريقه بتاعه الفكره اللي فاتت ان احنا نغطيها كلها بالغراء وبعدين نحط عليها كلها جليتر او اي حاجه متاحه عندنا بعد ما هنخلص هنسيبها تنشف شوية وبعد ما هنتأكد انها نشفت تماما هي مش بتاخد وقت بعد ما هنتأكد كده ان هي نشفت هبتدي اغلف الحز اللي في النص اللي ما بينهم ده او الفاصل اللي بيفصل ما بين الكوبايتين انا عندي الواشي تيب ده او الستيكر او اللزق ده يعني السوليتاب ده ممكن تستخدمه اي حاجة شريط ساتان او اي حاجة انا استسهلت ده لانه كده كده بيلزق فهيكون سهل معايا وابتديت احطه في الفاصل اللي ما بين الكوبايتين علشان يديني شكل كويس بعد كده هبتدي اجيب الالوان الاكريليك بتاعتي وهبتدي اطلع منها لون علشان ابتدي اعمل تزيين بيه على الكوبايه او المقلمه بتاعتي حاليا كل اللي انا عملته اني فتحت الالوان بتاعتي وهبتدي اطلع منها لون يناسب الالوان اللي انا استخدمتها قبل كده انا بما ان المقلمه انا عملتها لونها بيربل او موف يعني فانا ممكن استخدم اللون الابيض ده هيبقى لذيذ أوي معايا وبعدين جبت القطنات بتاعه الودن دي واخدت واحده منهم وهبتدي اخد من اللون الابيض واعمل زي نقط كده على المقلمه اللي انا عملتها دي هكرر العملية بشكل عشوائي على المقلمة كلها بحيث ان الشكل بتاعها يبقى لذيذ ومتزينة كويس وما بتبقاش النقط قريبة من بعض بعد ما هخلص خالص بقى تزيين لكل المقلمة هبتدي اسيبها تنشف هي هتنشف على طول مش هتقعد وقت كتير لان الأكريليك الالوان الأكريليك دي بتنشف بسرعة بعد كده هبتدي احط فيها الاقلام وازينها وممكن استخدمها للجهتين لو جهة اتبهدلت او جه عليها اي الوان او جه عليها اي حبر ممكن اقلب المقلمة واستخدم الجهة التانية بتاعتها وبس كده ودي الفكرة بتاعت النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا اعجبتوا بالفكرة وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو